أصبح الشارع هو المصير المحتوم ل 1400 من الطلبة بعد إغلاق الكلية العالمية الأهلية في الرياض. شردوا ما بين جامعات السعودية بعد 3 سنوات من فتح الكلية لتتذكر وزارة التعليم العالي سوء هذه المنشئة كما تقول، ولتصدر قرارا صادما للطلبة ضاعت تعب سنواتهم إضافة إلى ما يقارب 70,000 ريال لكل طالب سنويا. كليتنا في شهر 8 صدر قرار من وزارة التعليم العالي بإغلاق الكليات العالمية لأسباب يمكن بعض يجهلها، لكن الوزارة أعطت أسباب بصراحة غير مقنعة يعني. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لعبد الله يحيى، ثم نعود للنقاش. تواصل مسلسل إيقاف الكليات الأهلية بعد إيقاف كلية العلوم والتكنولوجيا في جدة يضع تساؤلا، لماذا قبل دخول الجامعة ضمن السلك الدراسي منذ البداية في حين يتكبد الطلاب وحدهم الضريبة كما قالوا؟ فهم بعد إيقاف الكلية العالمية نقلوا إلى الجامعات الأخرى بسنة دراسية أقل من السنة التي كانوا يدرسونها. احنا عشان نراجع الجامعات تفاجأنا أنه في طلاب في سنة خامسة لما تم تسكينهم ارجع إلى سنة ثانية أو سنة أولى. يعني أنت عارف طالب طب في سنة خامسة يرجع إلى سنة أولى، إيش الأسباب؟ طيب الكلية كانت معتمدة من وزارة التعليم العالي وكل شيء نظامي. أما بالنسبة للطلبة العرب الدارسين في الكلية فقد تم قبولهم في جامعة الإمام، وفي بداية الدوام أخبرهم بأن هناك قرارا آخر لعدم قبولهم بعد انتهاء التسجيل في جامعات الدول الأخرى. جانا قبول بجامعة الإمام. بعد ما جانا قبول بجامعة الإمام أول يوم دراسي اللي هو يوم السبت جينا لحنا الأجانب ندخل لجوا، السوريين يعني، جينا ندخل لجوا على الجامعة. قال ممنوع تدخلوا بأول يوم دراسي لكم، أنتوا تم قبولكم بس جانا أمر بعدم قبولكم بجامعة الإمام. ورغم أن صاحب الكلية أكد عدم علم وزير التعليم العالي في البداية عن الإغلاق وأصر على أن منشأته تضم تخصصات نادرة ونظام عالمي بفرعه الموجود في أمريكا، لم يشفع له ذلك استمرار الطلبة في الدراسة الذين نقل جزء منهم إلى كلية أهلية أخرى، ليبقى مصيرهم أيضا مجهول ربما بقرار آخر بإيقافها هي الأخرى، ويكون مصيرهم الشارع كما يقولون. محمد الحبيب لبرنامج هلا الرياض.